السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الجمعية الوطنية تصادق على مشروع القانون المعدل لمدونة الاستثمار، ووزير الاقتصاد والمالية يشيد بمناخ الاستثمار في موريتانيا. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ينتقد الأوضاع العامة في موريتانيا ويتهم النظام بعدم الجدية في الحوار السياسي. اتحاد الأمل للطلاب الموريتانيين يحتج بنواكشوط ويدعو الجهات المعنية إلى تحسين الأوضاع الجامعية والنهوض بواقع التعليم العالي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صادق نواب الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدوها على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المتضمن لمدونة الاستثمار، وقدم وزير الاقتصاد والمالية المختار للجاي الخطوط العريضة للمدونة وما يمكن أن تحققه لموريتانيا، كما استعرض وليجاي بعض العناصر الأساسية التي قال إنها تجلب المستثمرين، مؤكدا أن موريتانيا أضحت تتوفر عليها. نعرف فعلا أي مستثمر اقتصادي يدور يربح أنه خارج مجموعة من الأمور لا بد له منها، لا بد له من الطاقة، ولا بد له من الماء، ولا بد له من اليد العاملة الماهرة، ولا بد له من إجراءات إدارية يقد يفهمها ويقد يتعامل معاها ولا يقابل وقته، ولا بد له من عبء ضريبي عليه يقد يعود يسده حق، ولا بد له من وضعية أمنية يقد يفلش فيها على في الأمد القصير على ممتلكاته، ولا بد له أيضا من أمن، من عدالة تقد تأمن له على أن هذا اللي لا يعدل ولا يستثمر عليه الصبح ما ولا ينقبض منه ولا يقبض منه حد ولا ما ولا يظلم فيه. هذه بشكل مبسط هي المسائل الأساسية اللي حد لا هي يستثمر يا الله يقبلها بعين الاعتبار. انتقدت النائب البرلماني عن حزب التحالف الشعبي التقدمي المعلومة بنت بلال ما سمته غياب الشروط الأساسية لجلب الاستثمار في موريتانيا، وقالت بنت بلال إن في مقدمة الشروط اللازم توفرها لجلب الاستثمار الاستقرار الأمني وتوفر قضاء عادل ومختص. لا بد له من عدة شروط، والشروط اللي بعد الأولى اللي يلا تتوقع من الاستثمار هي أولاً استقرار أمني، ثانياً قضاء عادل وإداري مختص، يعني نقول قضاء إداري عادل مختص معناها أنه يختص بالاقتصاد، معناها أنه في قضاة مختصين بالاقتصاد يعني يقدروا يحلوا مشاكل اللي تتعلق بالمستثمرين مع النزاعات. الأخرى لا بد له من استقرار أمني، لا بد له الصمولي من قصة دماء نظام جديد وإعادة اعتبار به الإيضاح اللي عدلنا قولان عن هذا النظام والإشابة الاستثمار والإصلاح والإعدل. أنا بعد ما نعرف والله إلا نقيم كل شيء جابه اللي ما تبقي ما يدري ما نحن حتى تحب العقود المهم ما تحب لنفسي، وأنا بعد نبقي العودة مؤمنة ونبقي إيمان يقين خادة عدة شروط مكتوب ما هي مكتملة ولا بد من نفسك عليه واحدة أولا على القضاء ما هو خالف. انتقد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية محفوظ الجيد أداء لجان الصفقات العمومية في موريتانيا قائلا إنها تنتهج الزبونية وعدم الشفافية، ودعا الجيد خلال مداخلة له بالجمعية الوطنية أثناء نقاش مشروع القانون المعدل لمدونة الاستثمار دعا إلى حل لجان الصفقات والإبقاء على لجنة واحدة مركزية. كان صفقات مع الوزير كارثه عموما، وقطع الجيجات راه معكم جال على انها خطه فاشله، وخيركم وتردوا للوزارات كلها قطاع حتى هي فشل تختار من يدور عن هذه الجيجات صفقات الحكوميه من 4 دقائق ولا 5، لان الواقع فيها من الزبونيه وما واقع فيهم خلوا جميع الصفقات حتى قالوا الجيجات صفقات خاسره كامله وباقي فيه. فيهم اللي اعطاوا القضيه بطريقه غير شفافه، اعطاوا على طريقه مضبوطه في الانتصار وطريقه خاسره، اختاركم معي الوزير. وطالبين انك تجي وزير الاقتصاد هذه القضيه تطرح لها الباب، وطالبين بحل هذا المجال وارجاع الصفقات بطريقه الدوله وتخلي يصير كوميسيون سانترا ينفسها للرقابه على الصفقات. بعد الوزير انا فاجئت من تعميم عدد الاجراءات وقضيه الصرف على صرف الوزارات. والعدد عود خاطئ. لا
الناحيه القانونيه راه هنا ما يطلبك هي تعطي تحميل للوزارات القانونيه للصرف. هذه تصرف مسؤول عنه قربتي البرلمان الشيوخ ومجلس النواب. ندد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط ندد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في الداخل واصفا إياها بالمأساوية. وقال الرئيس الدوري للمنتدى صالح الحنن إن النظام الموريتاني لم يفي بالوعود التي وعد بها ساكنة الولايات الداخلية، كما اتهمه بعدم الجدية في الحوار السياسي مع المعارضة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض رئيس حزب حاتم صالح والحنن يقول خلال المؤتمر الصحفي للمنتدى إن هناك تطورا خطرا في مجال الأسعار سينعكس على المواطن في قوته وتسيير حياته اليومية على حد تعبيره. وأضاف الرئيس الدوري للمنتدى أن النظام الموريتاني لم يفي بوعوده التي وعد بها سكان الداخل الموريتاني. وبشأن الحوار السياسي المتعثر نفى والحنن خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي أن يكون هناك تواصل بين المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والنظام الموريتاني، مضيفا أن المنتدى لم يلمس أي جدية في إطلاق حوار من الطرف الآخر وبأن الكرة في مرمى النظام. هنا عرفوا على أن كأحزاب سياسية وكمنتدى حريصين من حيث المبدأ على الحوار باعتباره هو الآلية الوحيدة لتجاوز الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيش موريتانيا اليوم. لكن للأسف ونقولها بصراحة أن حتى الآن لم نلمس لدى الطرف الآخر جدية في هذا الموضوع، وبالتالي الكرة في مرمى النظام ولا حديث حتى الآن لدينا عن مستوى من التواصل لإطلاق هذا الحوار، وبالتالي نحن مثل المواطن ليست لدينا أي معلومات عن هذا الحوار. وموقف المبدئي طبعا هو الموقف المعروف هو أننا مع الحوار إن توفرت له الأرضية والإرادة الصادقة، وبالتأكيد سنمضي قدما في هذا النضال المشروع الذي يعبر عن آلام هذا الشعب. وكان الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز قد أكد في تصريح أدلى به للصحافة الأسبوع المنصرم خلال زيارة ميدانية لبعض المرافق التعليمية والصحية في العاصمة أن الاتصالات بشأن الحوار ما تزال جارية وسيتم إطلاقه في آجال قريبة. الصفة اللي كان مطروح به الحوار مازال مطروح به، وبالتالي في اتصالات مازالت مع ذيك الجماعات اللي معنية بالأمر، اتصال مازال قائم وإن شاء الله دور نتوصل إن شاء الله الحوار إن شاء الله بأجال قريبة إن شاء الله. الرئيس الموريتاني كان قد التقى بالقصر الرئاسي رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود البلخير، حيث أجريا لقاء مطولا طغى عليه الملف السياسي وخصوصا ما يتعلق منه بالحوار. ويرى مراقبون أن نفي المنتدى لوجود أي اتصالات بينه والنظام بشأن الحوار رغم تأكيد الرئيس الموريتاني يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التأزيم السياسي بين الطرفين، عنوانها التأكيد والنفي، مما قد يؤثر سلبا على مسار الحوار. نظمت في العاصمة نواكشوط ورشة تحسيس حول حق المؤلف والحقوق المجاورة، وقالت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية هند بنت عينينة إن المؤسسات الإدارية والقضائية والفاعلين الثقافيين مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى تنسيق الجهود لترسيخ ثقافة الملكية الفكرية. وأضافت بنت عينينة أن الورشة ينتظر أن تسلط الضوء على مواضيع تتعلق بحماية المصنفات الفكرية والأدبية والفنية. إننا مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى أيها السادة والسيدات كمؤسسات إدارية وقضائية وفاعلين ثقافيين ومجتمع مدني إلى تنسيق الجهود من أجل ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية والتكوين حولها. لقد تحولت الطاقة الإبداعية والمعارف والابتكار إلى ثروات اقتصادية هائلة تجب ترقيتها والمحافظة عليها في عالم مفتوح على فضاءات ووسائط تجعل من الحفاظ على الفكرة والابتكار والإبداع مجالا لصراعات قوية تشتد حدتها حسب القيمة التي تكتسها تلك المجالات اقتصاديا واستراتيجيا. وإننا ننتظر من هذه الورشة أن تسلط الأضواء على موضوع لم يعد أثره مقتصرا على ميدان دون آخر، وهو حماية المصنفات الفكرية والأدبية والفنية، خصوصا وقد أصبحت بلادنا وجهة للمستثمرين وأرضا للتنمية المستدامة.
نظمت وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة ورشة تحسيس للفاعلين في قطاع الصيد حول إعداد التوجيهات الطوعية للصيد التقليدي، ويشارك في الورشة ممثل عدد من القطاعات المعنية بالصيد إضافة إلى ممثلين لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة بنواكشوط. نتابع. انطلاق ورشة بنواكشوط للتكوين والتحسيس حول إعداد التوجيهات الطوعية في مجال الصيد التقليدي بموريتانيا، منظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة. ويأتي تنظيم هذه الورشة بعد مصادقة الحكومة الموريتانية على استراتيجية الوطنية الخاصة بتطوير قطاع الصيد البحري في موريتانيا. وهنا لا يخفى عليكم الدور المتميز الذي يلعبه التكوين والتحسيس في شرح وتعميم وإعداد التوجيهات طوعية في مجال البالغ الأهمية كمجال الصيد التقليدي. وفي هذا السياق أشير إلى أن الآمال معلقة على النتائج ورشتكم هذه في تحسيس الصيد التقليدي وتنويرهم حول المحتويات الاستراتيجية الجديدة وسياسة الإصلاح التي يعيشها القطاع. ويشارك في الورشة التكوينية خبراء دوليون وباحثون في قطاع الصيد التقليدي بموريتانيا، قطاع يقول بعض المشاركين فيه إنه بات من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في البلد. قطاع الصيد التقليدي الذي يعتبر من القطاعات ذات المهمة في الاقتصاد الموريتاني، قطاع اللي يستوعب أكثر كم من العمالة واللي يوفر الأسماك للشعب الموريتاني خاصة في الداخل، بالإضافة إلى ما يتم تصديره من هذه الكميات. وبالنسبة للحظيرة الوطنية لحوض أرقين توجد بها مجموعة من الصيادين التقليديين الموريتانيين اللي يمارسوا الصيد من قديم الزمن، والحظيرة توفر لهم قدر من الإمكانات لاستمرار هذا النشاط، نشاط الصيد التقليدي خاصة السفن الشراعية التي تعتبر نادرة في المياه الموريتانية. تستمر أعمال الورشة التكوينية يومين في العاصمة نواكشوط، ويتلقى المشاركون فيها بعض العروض المختلفة خاصة فيما يتعلق منها بواقع الصيد التقليدي وأبرز التحديات التي تواجه الصيادين العاملين فيه. يحتج اتحاد الأمل للطلاب الموريتانيين بنواكشوط مطالبا بجملة مطالب من بينها تعميم المنح وتوفير النقل الجامعي وتطوير الخدمات الجامعية. قال الاتحاد إن تحقيق هذه المطالب يعتبر أمرا ضروريا من أجل توفر الشروط المناسبة لطلاب التعليم العالي في البلد. وهذه الوقفة تهدف أساسا إلى لفت أنظار الجهات المعنية للمشاكل التي يعاني منها الطلاب، من مشاكل متعددة لا يمكن لأي طالب أن يكمل دراسته بشكل صحيح أو أن يدرس في جو ملائم ما لم تتحقق هذه المطالب وهذه الحقوق المشروعة. من هذه الحقوق التي نطالب بها تعميم النقل على جميع مؤسسات التعليم العالي، ما فيها المركب الجامعي الجديد، ما فيها كلية العلوم القانونية جامعة نواكشوط القديمة، والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، والمعهد الجامعي المهني. ونطالب مدلي بتطوير الخدمات، تطوير الخدمات الجامعية تعاني من عدة ثغرات، نطالب بمعالجة هذه الاختلالات. نطالب المطعم الجامعي يعود عنده معايير صحية، يعود الأطعمة اللي يطرح للطلاب تعود مستوفية المعايير الصحية وتخضع الدراسة وندور وتفعيل النقطة الصحية في جامع على مستوى جامع كلية العلوم القانونية والاقتصادية، وندور تعميم المنح على كافة الطلاب. رياضيا، بدأ منتخب المرابطون لكرة القدم تدريباته استعدادا لخوض مباراة الذهاب أمام نظيره الغامبي في 25 من شهر مارس الجاري بنواكشوط. وقال رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أحمد اليحيى في تصريح لقناة المرابطون إن التحضيرات اللازمة اكتملت وإنه لا يوجد مصاب في صفوف المنتخب. الفريق محضر، الاتحادية حضرت الظروف كاملة اللي قد يعود فيها الفريق يعود قادر على يفوز بها.
لاعبين جاؤوا في الوقت، الفنادق حجزت، الأجهزة حضرت، المدربين جاؤوا كاملين واشتغلوا كاملين على يحضروا الفريق. إذا والجمهور موجود يشجع الفريق ويشجع اللاعبين من حتى من المطار من وصول المحترفين، لذا ولا عندنا أي محترف قايب ولا عندنا أي محترف مصاب، على كل حال ما عندنا أي محترف تم استدعائه وقايب، ولا عندنا أي يوم اللي لاعب مصاب الحمد لله. إذا نحضروا أحسن تحضير. المهم نعرفوا أن الفريق الخصم ما هو فريق بسيط، أنه فريق قوي، ولأن أنتم نقولوا ست نقاط ماشيين لين قبلوها هكذا، ست نقاط صحيح نشتغلوا لها، ست نقاط نبقوا نقبلوها، يا قال كيما نبقوا نقبلوا اي مباراه نلعبوا فيها. قال الفريق اللي قام بهم اللي نحترمه ياسم الاحترام، نعرف انه فريق قوي وعنده لاعبين محترفين وعنده تاريخ وقادر على انه يصنع لنا عدد من المشاكل، لكن الفريق جاهز ان شاء الله. نهايه نشره اخبار الواحده من قناه المرابطون، وقد تابعتم فيها. الجمعية الوطنية تصادق على مشروع القانون المعدل لمدونة الاستثمار، ووزير الاقتصادية والمالية يشيد بمناخ الاستثمار في موريتانيا. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ينتقد الأوضاع العامة في موريتانيا ويتهم النظام بعدم الجدية في الحوار السياسي. اتحاد الأمل للطلاب الموريتانيين يحتج بنواكشوط ويدعو الجهات المعنية إلى تحسين الأوضاع الجامعية والنهوض بواقع التعليم العالي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.